أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. المستمعين الأعزاء في راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حديث اليوم. سعداء أن يكون في ضيافتنا كل من الأستاذ محمد الصادق المتحدث باسم تجمع المهنيين وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، وكذلك بنرحب بالأستاذ علي عسكوري القيادي البارز في الكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير. ونبدأ بالأستاذ محمد الصادق، وياريت لو حدثتنا يا أستاذ حول آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وفرص نجاح ورش القضايا الأربعة المتبقية من قضايا السلام وشرق السودان والإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية. اتفضل. أكيد عندها فرص نجاح بغض النظر عن حجمها، لكن الموضوع ده هو مرتبط بحاجة أساسية، هي الأساسي فيها إن فيها توسيع للمشاركة بتاعت الناس أصحاب المصلحة في أي حاجة تانية. يعني أورد الحرية والتغيير مثلا عندها وجهة نظر في القضايا دي، ما لا تمشي بوجهة النظر حقتها براحة، دايرة تحاول قدر الإمكان تشوف الستيك هولدر الباقيين إنه يجيبوا الكونتريبيوشن بتاعتهم في القضايا دي عشان يكون في أوسع تشاور. لكن أعتقد إنه البرج بتاع في القضايا دي هي مفهومة، يعني مزالة تسكيك نظام 30 مليون دي مزالة ما فيها تراجع، ومزالة الناس كلام عن العاليات الرئيس تغيبط عند تصور كل العاليات، مزالة إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية هي دي فيها كونسبت برضو، وده تفاوض سياسي بين المؤسسين العسكريتين اللي هي تعمل السرية والقوات المسلحة مع الحرية والتغيير والمكونات الثانية، وبرضو فيها شقوفات وفيها فرص نجاح كثيرة جدا جدا، وفيها ضامنين شركة دوليين فبرضو فيها إمكانية نجاح. نفس الشيء من قضية الشركة ذاتها، في إمكانية إنها تتحلى بشكل أسهل وأسرع، لأنه نعتبر الحرية والتغيير إنه قضية الشركة أساسا مش صرحنا كان في لغاياته الإعلامية قبل كده إنه حلها في الخرطوم. يعني بالضرورة مشاركة أصحاب المصلحة مهمة، لكن برضو في تعقيدات تم إدخالها داخل القضية دي من داخل الخرطوم هنا، يعني لحسابات يسير ومكاسب محددة. موضوع السلام برضو، يعني احنا عارفين المشاكل اللي حاطط بالسلام، سواء كان في إنفاذ الترتيبات الأمنية، سواء كان في تشكيل الغور المشاركة لحماية المدنيين، سواء كان في التدمج والتسريح، وسواء كان في المسارات تم اتباعها في تولاد السلام، فدي كلها فيها معالجات الآن، وفيها برضو مشاركة واضحة لدول إقليمية وعالمية. فالمسألة في القضايا دي هي الاتفاق الإطاري ذاته هو مرحلة، هو ما الكور، هو الاتفاق على الأهداف. التفاصيل تم تضمينها داخل الوثيقة الدستورية، في تفاصيل لأنه حوالينا نقاش كتير وفيها آراء متعددة، فضلنا إنه تحال لورش أو مؤتمرات يتم نقاش حولها في حوالينا توصيات، بعد ذاك نحاول نكيف هذه التوصيات في توصيف سياسي وتخصيص قانوني وندخل داخل الاتفاق النهائي. فالفرص على النجاح الاتفاق طبعا مهمة، بس بتبقى المغيرات على الأرض اللي هي الليجستية وترتيب والناس المشاركين والكلام ده، هو ده الداخل الحاجات. طيب، لا تزال الخلافات والاتهامات يعني تتبادل ما بين الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي، ما الجديد حتى الآن؟ وطبعا الحاجة الأساسية في الاتفاق ده تم هندسته أساسا على أساس الأطراف المشاركة منه في العملية السياسية، وحتى في الرؤية صدرت في بداية 2022 للحرية والتغيير حددت فيها الأطراف دي بالتفصيل، يعني الناس اللي كانوا جزء من الحرية والتغيير، لجان المقاومة والتوريه الأخرى، الناس اللي رفضت وشغلت في مقاومة انقلاب 25، الناس جزء من توقيع الاتفاق السلام، هم دول برضو أصحاب مصلحة في العملية السياسية الجديدة لإنهاء الانقلاب. فالكتلة الديمقراطية هي من المكون الأساسي داخل ولا مشاركات داخل الرؤية السياسية والاتفاق السياسي الإطاري، لأنها تشكلت حديثا وفيها خليط من حاجات متضاربة مع بعض. يعني اللي الكتلة الديمقراطية تتكلم عليه إنه ما يمثل اتفاق السلام، ونائب رئيس الكتلة هو بيقول يلغوا مسار الشريك، فدي ذات متناقضات داخل الكتلة، هي ما بتوريك إن الكتلة دي متماسكة.
لكن العملية السياسية دي أساسه هو تحديد الأطراف، وكلام ده كانت حرية الرأي واضحة وصريحة من فترة طويلة، يعني من قبل بداية العملية السياسية بشكل الحالي ده، من النقاشات الأولى إنه الأطراف منو؟ الناس اللي غابوا ب 25 أكتوبر، الناس اللي كانوا في قوى حرية التغيير في 11 أبريل، لجان المقاومة والقوى الثورية الثانية اللي برضه بتقاوم في الانقلاب. فلما تحددنا الاطراف دي بناء على تحديد الاطراف دي هندسنا الاتفاق بالشكل ده، عملنا الاتفاق الاطاري كخطوه اولى نثبت فيها الحاجات اللي احنا متفقين عليها، الحاجات اللي فيها نقاشات انه تاخذ حظها من النقاش ويتم تضمينها في الاتفاق النهائي، يعني ما في الاتفاق النهائي طوال واحده. فمساله نجاح العمليه السياسيه طبعا الاساس فيها هو الاراده السياسيه اللي هي متوفره لحد الان، اعتقد يعني بدرجه كبيره هي متوفره لحد الان. في ضامنين كثيرين من المجتمع الدولي في منخرطين في نجاح العملية دي، الأطراف ذاتها هي كلها جادة في المسألة دي، تصريحاتهم كلها بتدل على الكلام ده، لكن المكونات الثانية اللي بتحدد بينها بتنسب العملية يعني دي تهديدات ما عندها محل من الإعراب، خصوصا مثلا بأطراف مهمة مثل الديمقراطية هم موجودين وجودهم داخل اتفاق السلام بجبريل ومناقل شاور معهم وقيم في السلام مع السودان مع الحكومة. الاتفاق ده هو التزام دستوري اتكلمنا عنه وهيتم مراجعته بحضورهم وبأخذ رأيهم فيه، فما في حاجة بتخليهم يكونوا برا، لكن كونه يعملوا مكون سياسي هو لاعب الانقلاب ويقولوا لا المكون ده لازم يكون هو جزء من العملية الانقلاب، يعني ده نعم. تعويم وإغراق للعملية السياسية ذاتها. طيب الخطوة القادمة شنو تحديدا؟ هو بتم إجازة خارطة الطريق بتاعت مطور للعدالة الانتقالية، اعتقد دي المرحله الاولى، هو طبعا مشروع طويل ما قصير عشان تصحى فيه اصحاب المصلحه انه يعمل بهذه الطريقه، لكن بنحاول قدر الامكان نضغط القصه دي في اسبوعين انه نخلص نقاشنا ووجهات نظرنا حول القضايا دي. اعتقد من وجهات نظري انه موضوع العداله الانتقاليه ده ممكن ياخذ حتى ما بعد تشكيل الحكومه، يعني ده ما بيتحسم قبل تشكيل الحكومه، هو ذاته عشان تحصل فيه خطوات لابد انه يكون فيه حكومه قاعده، يعني وفي حكومة هي ذاتها عندها القدرة إنها تشتغل الشغل له وتوفر له المطلوبات اللازمة لإكماله. نعم فبفضل لنا الموضوع بتاع الإصلاح الأمني والعسكري، وبفضل لنا الموضوع بتاع الشرق والسلام، وما أعتقد إنه بياخدوا زمن لأن الإصلاح الأمني والعسكري أساسا نقاشاته محكمة وضيقة لأنها قضية فنية وذات طابع سياسي. فالفكرة الأساسية فيها إنه إحنا دايرين جيش واحد ترتيبات وخريطة زمنية واضحة، بالنسبة لنا الشرق واتفاق السلام اللي هم ذاتهم يعتبروا قطعة واحدة، يعني لأنه حلو في الشرق نتيجة بعد توقيع اتفاق دول السلام السودان. نعم في تقديرك يعني فالأسبوعين نعم في تقديرك يعني نوصل هذا للنهاية. سوري قطعتك، يعني في تقديرك هل يعني متوقع تشكيل الحكومة يعني في القريب العاجل؟ والله هي مربوطه طبعا بتوقيع الاتفاق النهائي، انا اعتقد انه الاتفاق ده ما بين اسبوعين لثلاثة اسابيع، مع انه ضربت مواعيد قبل كده، لكن اعتقد في اسبوعين لثلاثة اسابيع بيكون اتحسن بشكل نهائي وبعد طوال تشكيل الحكومه، يعني اقرب من اي وقت انه يكون تشكيل الحكومه. شكرا للأستاذ محمد الصادق، وبنرحب أيضا بالأستاذ علي عسكوري القيادي في الكتلة الديمقراطية. مرحبا بك يا أستاذ، وعايزينك توضح لنا رأي الكتلة الديمقراطية حول المبادرة المصرية وفرص المشاركة في العملية السياسية. كويس. اولا مصر ما عندها مبادره، عندها مسعى لجمع السودانيين ولجلوسهم لبعضهم البعض، وده هو اصلا يعني الحاجه اللي بيطالبها الناس، خلافا لانه مجموعه واحده تفرض اجندتها على الاخرين، يعني بدعم دولي واغلبه كده، ده الكلام اللي بنرفضه نحن. فمصر طبعا دوله مهمه للسودان، وشعر انه الاوضاع في السودان وصلت الى غير مسدود، وجاوب المسعى هذا على انه يجمع السودانيين لبعضهم البعض، قالوا لو عايزين تجتمعوا في السودان سهل لكم، لو عايزين تجتمعوا عندنا هناك من الصديقكم وكذا. يعني تقريبا اغلب القوى السياسيه في الكتله الديمقراطيه وافقت، الملف المركزي بعض الاعضاء بقى كله بعض الاعضاء ابدوا بعض التحفظات، لكن المعلومات المتوفرة لنا
نعم حزب الأمة موافق والمؤتمر السوداني موافق إنه يشاركوا في هذه الاجتماعات لكي يصلوا إلى ترتيبات مع القوى الأخرى. أعتقد إنه المسعى النهضي ده حينجح، لأنه ده هنا في انسداد، هنا في انسداد تام العملية السياسية. النشاطات اللي بيعمل فيها أيوه في انسداد تام في العملية السياسية. النشاطات الورش اللي بيعمل فيها المجلس المركزي دي نعم يعني ما عندها تأثير في الواقع، ولم تترك أي أثر، ولا حتى على مستوى الرجل العادي رجل الشارع ما مهتم بيها، ولا ما قاعدين يعبروها يعني. وأمس كانت مظاهرات كبيرة جدا ضد الاتفاق الإطاري، يعني أوضحت بجلاء شديد إنه لجان المقاومة والشارع يرفض هذا الاتفاق، وهكذا اللي بيمكن لمجموعة واحدة إنها تسيطر على العملية السياسية وكذا، وتحول من الدعم السريع إلى قوة قائمة بذاتها، رغم إنه بيقولهم هيكون في دمج وكذا. لا توجد جداول لدمج الدعم السريع في القوات المسلحة وهكذا. يعني الاتفاق السياسي ده الوارد ذكر في الاتفاق الإطاري غير معروف، والمعلومات اللي عندنا لأنه هنالك اتفاق سياسي تم التبويع عليه بصورة سرية، والمجلس المركزي يرفض إعلانه للناس، ما معلن هو الاتفاق الإطاري، أما الإعلان السياسي ده فتم التوقيع عليه بصورة سرية ومن مجموعة محددة، ولذلك لم يعلنوه حتى الآن. على نعم كل حال نحن نعمل على اضغاط هذا الاتفاق الاطاري والضغط لاجل السودانيين يعني كتوف متساويه ليصلوا الى مخرج من هذا المأزق السياسي يعني الحالي. نعم طيب، يعني ذكرت في بداية كلامك إنه هي ما مبادرة، مسعى، مش كده؟ يعني المصريين لما نعم يتكلموا معاكم إنها هنا، هل هي مبادرة أم مسعى؟ يعني لما الشمل هي مسعى لنما الشمل وتوفير بيئة أو جو موافي للسودانيين لبعضهم البعض للبحث عن حلل للمأزق السياسي. المصريين أعلنوا أنهم لن يتدخلوا وليس لديهم أجندة ليفرضوها على الناس، إنما ما سيقومون به هو توفير يعني مكان مناسب ليجلس السودانيين لبعضهم البعض ويصلوا إلى توافق سياسي تتشكل على أساس يعني مؤسسات الدولة وتخرج البلد من هذا المأزق وهذا الانفلات. نعم طيب، بالنسبة لنا الكتلة الديمقراطية، يعني في حديث إنه هم يعني زي حصل في تقارب في وجهات النظر بينهم وبين ناس الاتفاق الإطاري، هل الكلام ده صحيح؟ لا هذا الكلام معلش غير صحيح، لا يوجد أي يعني تواصل بين الكتلة الديمقراطية وبين المجلس المركزي. الحقيقة نحن الكتلة الديمقراطية ما رافضة، لكن المجلس المركزي هو من يرفض التواصل مع الكتلة الديمقراطية، وأعلنوا لا يعترفون بها ويرغبون فقط في مشاركة دكتور جبريل عدل المساواة والغايد مني رئيس حركة تحرير جيش السودان. ينتخبوا من يريدون، وهذه القوة أو الحركتين بيرفضوا الانضمام للاتفاق الإطاري، وكذلك الناظر التركي يرفض، وكذلك الاتحاد الأصلي يرفض الاتحاد والانضمام للاتفاق الإطاري. ولذلك هذا المسعى يعني أول محاولات أو الإعلان عن أن هنالك تواصل بينهم وبين حركتي العدل والمساواة تحرير السودان، هذا كلام يريدون به تخدير يعني ناسهم وكذا، او تطمين انفسهم من ان 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 هذا الاطار سينجح، وهو لن ينجح، لانه في غياب تلك والاخ الامين داود لا يمكن مراعاه قضيه الشرع، وفي غياب حركتي العدل والمساواه وتحرير السودان لا يمكن مناقشه اي اجراءات تتعلق باتفاق سلام جوع، فهذا حرس في البحر لا طائر منه. شكرا للأستاذ علي عسكوري القيادي في الحرية والتغيير، وكذلك بنشكر الأستاذ محمد الصادق عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، وبنشكركم لإفاداتكم اللي قدمتوها لنا في البرنامج. إلى الجديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.